مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. بنتابع كل فترة خبر في الجرايد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حوادث الطرق اللي بينتج عنها إصابة للمجني عليه أو لا قدر الله بتحدث حالة وفاة. هنتكلم تفصيليا إيه هي المسؤولية القانونية المترتبة عن حوادث الطرق، هل هي جنحة ولا جناية، هل المسؤولية دايما بتقع على عاتق قائد السيارة ولا ممكن تكون المسؤولية على المجني عليه في أنه عبر بطريقة خطأ، إيه الموقف والمسؤولية القانونية في حالة إذا كان الخطأ مشترك. هنعرف تفصيليا كل هذه الأمور، ولكن اسمحونا بداية أن نرحب بسيادة المستشار سامح صفوة المحامي بالنقد والدستوري. برحب بحضرتك فندم. أهلا بك فندم. سيادة المستشار، يعني كل فترة بنتابع جرائم حوادث الطرق للأسف، ولكن بداية احنا بنسمع عن إصابة خطأ وقتل خطأ، ايه هو التعريف القانوني للإصابة الخطأ والقتل الخطأ؟ هو بادئ ذي بدء، الإصابة والقتل الخطأ جريمتين متشابهتين في السبب، يعني السبب واحد، وهو أن يقود أحد الأشخاص السيارة قيادته قيادة برعونة وعدم احتراز. يعني إيه رعونة ويعني عدم احتراز؟ الرعونة معناها عدم التصرف الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح. عدم الاحتراز يعني عدم الاحتراس بالسين، يعني ترجمتها الزين تبقى سين، كويس. وفي الحالتين الاثنين معناهم واحد، إن ما يكونش في حرص أو ما يكونش في يعني اتخاذ من الحيطة وقت مثلا المرور في مكان مظلم، وقت المرور في مكان مزدحم، حالات زي دي. لكن الاثنين الجريمتين بيجمعهم الفعل منشأ إجرامي واحد، وهو أن يقود الشخص السيارة بغير حرص وبغير اهتمام بالطريق وبغير مبالاة بما يتم من واجب عليه ان وقت القياده يعني. تمام. طيب سياده المستشار، يعني احنا بنقول دايما مش المسؤول القائد السياره برضو، علشان ما يبقاش هو اللي عليه الحمل الاكتر، يعني ممكن يبقى الخطا من اللي بيعبر الطريق. تمام. هل القانون حدد اماكن مثلا، يعني لو وقعت حادث مثلا في طريق رانواي، ده بتبقى دايما المسؤوليه على اللي بيعبر من طريق ولا برضو على قائد السياره؟ هقول لحضرتك احنا قلنا دلوقتي امتى السواق السياره او قائد السياره يبقى مخطئ، اللي هو عدم احتراز. كويس. وبنقول برضو ان هو المار او المشاه عليه مسؤوليه، برضو المشاه عليهم مسؤوليه. صحيح. ولكن المسؤوليه بتاعت المشاه اكتر. ثانيه واحده، المسؤوليه بتاعت المشاه كويس مرتبطه بمسؤوليه السائق. يعني ايه؟ في حاجه عندنا في القانون اسمها استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يكون المجني عليه هو الذي تسبب في وقوع الحادث. وعندنا وقعة يعني مشابهة كانت في 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 دائرة مدينة نصر، كويس، وحصل ان قائد السيارة تمام فوجئ بأحد الشباب يعني بيقود دراجة عادية، كويس، ومن تحت طلع من تحت كوبري، من اسفل الكوبري، وفاجأه امامه، كويس، مكان غير مخصص لعبور المشاه، مكان السرعه فيه 60 وهو الراجل كان ماشي 60، ما كانش ماشي 200. اوكي. اذا النهارده احنا نفينا عن قائد السياره المسؤوليه وتحملها الاخر اللي هو المار. في الحاله دي نتيجه الخطا دي، في الحاله دي اذا انتفى ركن الخطا قبل قائد السياره أو قائد المركبة، يبقى في الحالة دي هو مفيش بالنسبة له أي مسؤولية وقد تبرئه محكمة الجنح في هذا السبب. ويمكن يبقى حاجة تالتة، اتفضل، يعني قلنا قائد السيارة إذا كان مخطئ، قلنا المار إذا كان مخطئ، إذا اشترك الاثنين إيه الموقف؟ إزاي؟ افترض مثلا حضرتك إن طريق سريع، طريق اسكندرية صحراوي مثلا، والسرعة فيه 120، تمام، وأنا فوجئت مثلا بواحد بيعبر الطريق، لو أنا ماشي 120 وثبت ذلك من خلال بقى طول مثلا الفرامل، وهقول لحضرتك بتتقاس ازاي، ما احنا عايزين نفهم تفصيل، تمام، لا بتتقاس بطريقة معينة هقولها لحضرتك بس أخلص الجزئية دي، وفوجئت إن هو بيعدي قدامي، تمام، واستخدمت آلة التنبيه،
فاستمر في المر في المرور استخدمت يعني ساعات بنلاقي توك توك معدي توك توك ومعدي عكس الطريق وبيكسروا في الرصيف اللي الدوله صرف عليه مليارات صحيح. علشان يمشوا عكس اتجاه في الاماكن دي للاسف الشديد الخطا ده احنا قلنا خطا مجني لكن انا لو انا ماشي 120 وخبطته كويس مفيش مشكله بالنسبه لي انا كسائق سياره طالما اني استخدمت آلة التنبيه طالما اني دوست على الفرامل تمام ما انا ما اقدرش انحرف يمين او شويه يسار عشان مفيش عربيه تخبطني تاني او اخش في رصيف او اتقلب او ادوس فرامل جامده كويس فانا لو عملت كل الكلام ده وثبت مروريا او فنيا ان انا استخدمت الكلام ده اذا انا ما عليش مسؤوليه لكن بقى لو انا ماشي 200 كيلو سرعه وهو غلطان وانا غلطان اني متجاوز المسؤوليه بتبقى على اساس ان ايه يبقى المشترك يعني. هو غلط انه عدى في حته غلط وانا كقائد سياره غلطت لان انا تجاوزت السرعه المحرمه طب العقوبه يعني بس بعد ما ناخد تليفون هسال حضرتك بالنسبه للعقوبه في حاله الخطا المشترك بتكون ايه ناخد بس الاستاذه ساميه معانا يا فندم اتفضل استاذه ساميه مساء الخير مساء النور ممكن اسال الاستاذ المستشار معاك يا فندم اتفضلي انا عندي محل اجرته ايجار مؤقت ورحت ادفع العوايد فلقيت الايصال مكتوب باسم المستاجر على اساس ان هو المالك يعني مكتوب في العوايد يا فندم باسم المستاجر حضرتك باجره مده كام سنه يا فندم الايجار خلص السنه دي خلاص يعني ايجار مؤقت وانتهى السنه دي يعني مده العقد كانت كام سنه خمسه وخمسه خلصوا خمسه خلصوا طيب وهو اصلا المستاجر توفى حضرتك جددتي العقد السنه دي برضو لا ما جددناهوش جيت برضو السنه دي ادفع قال لي برضو لسه ما زال باسم الراجل اللي كان مستاجر المحل فانا خايفه يكون الايصال ده يعني يثبت ملكيته لل ان العوايد باسم المستاجر يعني هرد على حضرتك طيب شكرا استاذ سامي شكرا ايه الموقف هنا يا فندم اول حاجه وهل العوايد بتتكتب باسم المستاجر اول حاجه لازم الاخت اللي هي متسائله المدام ساميه لازم حضرتك تتوجه للعوايد العوايد لا تقيد احد كمستاجر كويس او كمالك الا بموجب عقد بيع او عقد ايجار فإذا كان عقد الإيجار ده عقد عادي مش عليه إثبات تاريخ أو مصدق عليه مش من حقه دي واحد مش من حق العوايد إنها تسجله مش من حقه إنه يتسجل باسمه نمرة اتنين شتان ما بين الملكية وما بين الإيجار يعني مش معنى إن هو النهارده مستأجر وقيد كمستأجر إن هو له أي صفة ثالثا هو لو خمس سنين خلصوا أنا بنصحها طالما إن هو بيلجأ كده لجهات رسمية عشان يسجل اسمه هناك وبيسعى بشكل او باخر للتملك مفيش تملك مستحيل التملك مستحيل او لان هو يبقى له صفه في المكان ده كمستاجر مستديم او اي مكان يعني لكن هو عادي ايجار جديد ملوش اي صلاحيات اكتر من مده العقد لو انا بنصحها انها ترفع عليه قضيه طرد مستعجله او حتى طرد ممكن القضاء المستعجل ممكن القضاء المستعجل ولكن القضاء المستعجل دلوقتي بيدي عدم اختصاص في معظم الاحيان فخلينا نتكلم على الواقع اتخاذ الطريق العادي اللي هو موضوعيه طرد بإنهاء عقد الإيجار يعني إخلاء لانتهاء المدة الإيجارية لانتهاء مدة العقد وبسرعة طب على أي أساس إنه تم قيد اسمه في العوايد يا فندم؟ من حقها علشان ده تعرف الأساس وتعرف المستند اللي هم عملوا بيه الكلام ده مفيش أساس ده غلط تماما يعني خطأ إداري خطأ قانوني فادح اللي هو اتعمل ده تعمل شكوى لرئيس المأمورية اللي هي بتتبعها مأمورية الضرائب العقارية اللي بتتبعها العوايد اللي هي الضرائب العقارية طبعا هي دي الاسم ده اخلاف مسميات هي تمام رئيس مأمورية الضرائب العقارية ده قبل رفع الدعوة اختار ملوش علاقة ده خالص يعني اختار ترفع قضية هناك ترفع قضية عشان تمشيه علشان الطرد عشان تمشيه لكن برضو توجه للعوايد دي علشان تضمن العوايد عشان تشيل اسمه صحيح وترجع اسمها كمالكة في العوايد تمام بطلب ان العقد ده خلص تقول لهم العقد ده خلص اولا تفهم ازاي سجلوه باسمه لان ده غلط بالصح تمام وده تزوير ممكن تحاسبهم عليه في النيابه ممكن تحبسهم كمان الموظف اللي عمل الشغلانه الغلط دي ثانيا اللي هي ما يتعلق بالواقع بقى اللي هي مالكه تقيد كمالكه وان المحل غير مؤجر تمام الاستاذه هاله مساء الخير يا فندم مساء الخير اتفضلي يا استاذه هاله والدي كان عنده شقه من سنه مؤجره من سنه 74 لا يعني والد حضرتك مأجر شقه؟ من سنه 74 من 74 وهو جه توفى وكانت وفاته سنه 99 جه مالك جديد اشترى البيت
فهو ما عندوش غالبا ما يثبت ملكيه البيت كله، فحب يعمل عقود جديده. فالعقد الجديد مكتوب بورثه فلان الفلاني وينوب عنهم الاخ من اخواتي. يعني عملت عقود جديده يا فندم؟ عملنا عقود جديده. طيب. يعني تاريخ بقى معني تاريخ بالتاريخ القديم، يعني التاريخ القديم من قبل وفاه الوالد. ماشي. وحاليا دلوقتي هو بيطالب ان هو عاوز ياخد الشقه، من الشقه مغلقه بقى لها 3 سنين. هل الشقه دي من حق احدى الورثه؟ المكتوب فيها ورثه فلان الفلاني وينوب عنهم احدى الاخوه. طب العقد الجديد اتعمل بتاريخ كام؟ العقد الجديد احنا كتبنا اولا مشهر عشان تبقى عارف حضرتك، بس طبعا مكتوب بتاريخ من سنة يعني كام؟ بعد حاجه من بعد حاجه و70. لا حضرتك التاريخ هيفرق جدا معانا. إذا كان قبل 1 فبراير 6 ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة إذا كان قبل 1 فبراير 96 هيبقى يخضع للقانون القديم. يا فندم ثانية واحدة اسمعيني، إذا كان قبل 1 فبراير 96 يبقى عقد قانون قديم، هيمشي عليه القانون القديم. إذا كان بعد 1 فبراير 96 هيبقى القانون الجديد. عشان كده أنا بسأل حضرتك تاريخه كام؟ لا لا غالبا قبل كده بكتير. كويس. مكتوب فيه بقى مين المؤجر؟ الشخص الملك الجديد. بالظبط. والمستعجل مين؟ ورثة الفلاني الفلاني ورثة ميما ميشيل، الورثة اللي هو والدها يعني. آه مين ورثة ميما ميشيل وينوب عنهم ديفيد اللي هو اخ من اخواتي. كويس. هو بقى عايز ايه الاخ المالك دلوقتي؟ هو الشقة دلوقتي مغلقة، فبيحاول اللي بيحاول عاوز ياخد الشقة. فطبعا احنا يعني عاوز ياخد الشقة هنقدر هنقدر نساومه بحيث يا استاذة هالة حضرتك بتدفعي القيمة الإيجارية؟ سيادة المستشار يعني عاوز يعرف انه هل بتدفعي القيمة الإيجارية؟ بدفع القيمة الإيجارية. ياخد إيصال؟ بتاخدي إيصال؟ ما بناخدش إيصال لأن هو رافض ياخد الفلوس فبندفعها في المحكمة. تمام. بقالكم قد إيه بتدفعوا في المحكمة؟ بقالنا أكتر من 3 سنين أو 4 سنين. طيب والشقه دي في حيازه مين دلوقتي؟ ما بقول لحضرتك ورثه المرحوم مين. ايوه مين اللي قاعد فيها؟ الورث كلهم قاعدين فيها يعني؟ لا ما فيش حد فيهم طبعا، كله متجوز بره. طيب كله متجوز بره. تمام. الاخ اللي هو باسمه اللي بينوب عنكم ده مش مقيم في مصر؟ مقيم في مصر، والعنوان الشقه على نفس السكن اللي ايه بقى وسيله ايه وسيله الضغط اللي مارسها عليكم المالك علشان نقدر نقف قصادها؟ افندم ايه وسيله الضغط اللي المالك مارسها علينا كملاك؟ هو محتاج، هو بيقول انا محتاج الشقه طبعا، واحنا طبعا عشان محتاج الشقه طب ادفع فلوس، هو مش عاوز يدفع حاجه. فطبعا طيب. استاذ هاله بعد اذنك برضو علشان يعني نوضح لسياده المستشار نقطه. اخو حضرتك اللي هو بيمتد ليه عقد الايجار، هل كان موجود وقت وفاه المستاجر الاصلي؟ كان موجود طبعا. كان موجود يعني طبعًا. في امتداد ليه لعقد الايجار؟ كنا موجودين في الوقت ده. استفسار يا فندم؟ شكرا استاذ سامي، شكرا لحضرتك. ايه الموقف هنا يا فندم؟ اولا الشقيق الاستاذه المتصله من حقه ان هو يستمر في الاقامه في الشقه دي، لان العقد ده عقد جديد. كون انه كتب ورثه فلان الفلاني ده ما يعنيش اطلاقا ان ده امتداد لعقد الايجار القديم، ما دام هو شخص حد باسمه وحدد حد باسمه، اذا هو ده الاخ اللي هيبقى قاعد. يعني طبعا الكلام يعني اللي بيحصل يعني ده يعتبر مستاجر الاصلي يا فندم؟ طبعا 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 مستاجر اصلي. ده لمصلحتهم بقى طبعا. طبعا. يعني ان انا النهارده احنا بس بنهيب بالساده المشاهدين ان حاجه زي دي يسالوا فيها، لان انا النهارده عشان اكتب كلمه زي دي ما انا ممكن اكتب ورثه اصلا، اكتب ورثه ليه؟ اذا كان في واحد هينوب عننا، هينوب عننا هو عشان الراجل بيتهيأله بقى انه لما يكتب ينوب عننا دي يبقى ده الوحيد اللي بنحاول يستفيد بيها، ولو حصل له حاجه لا قدر الله يبقى الشقه كده راحت عليهم. مبدئيا الملك لا يستطيع ان يعمل لهم اي حاجه تمشيهم من الشقه خالص. عشان كده حضرتك سالت انه بتدفعوا الايجار ولا لا؟ ثانيا موضوع ان الملك بيساوم وانا عايز الشقه، مفيش شقه. مش هنديك الشقه. كويس؟ المساومه تبقى لما يكون انا في موقف ضعيف. لكن هم موقفهم قوي جدا جدا جدا. يعني في عقد وماضي عليه وفي التزام. ما يقدرش. بس اهم حاجه يلتزم بدفع القيمه الايجاريه وملحقات الاجره. يعني ما هو ده ماشي، بس انا يعني طبعا ما تبقاش اي ذريعه يعني مفروغ منها طبعا. لكن انا بتكلم على العلاقه الايجاريه في صلب العلاقه نفسها. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهمه قوي، ان هي النهارده عقد ده استبدل بعقد اخر.
والعقد الاخر ده كان قبل القانون الجديد، قبل 91 96. اذا هو عقد قديم يقعد على القانون القديم ويستأنس عليه قواعد القانون القديم اللي هو 49 77 و 136 81. وبالتالي يبقى الموضوع منتهي. نصيحه، ما تتفاهموش معاه، ما تتكلموش معاه، اللي هو عاوز يعمله ومفيش اي حاجه تقدر تتعمل معاكوا خالص يعني. تمام. الاستاذه ساميه، مساء الخير يا فندم. استاذه ساميه معانا؟ ايوه معاك حضرتك. اتفضلي يا فندم. شكرا. طب لو سمحت ممكن اكلم سياده المستشار؟ معاك يا فندم سياده المستشار. شكرا. انا متجوزه بنتي، ولما جينا مثلا يعني جيت قدمناها وجوزناها واتفقنا على الجواز وكده، فيا ابني هتسكن فين؟ قال في شقه في منزل الزوجيه. الكلام ده من 4 سنين وشويه. شقه ايه؟ ف اتجوزت والحمد لله واستقروا من 4 سنين وشويه. نعم؟ ايوه اتفضلي. فين يا فندم؟ ف عمل دلوقتي الشقه دي مكتوبه في ظهر عقد الخطوبه. متجوز فين؟ في منزل في شقه في منزل ابي. واتجوزت وبقالهم 4 سنين يعني دلوقتي. إيه منزل؟ يعني هو منزل ابي ده مكتوب كده منزل ابي في الوثيقه؟ في عقد الخطوبه. تمام. طيب تمام. دلوقتي وخلفت والحمد لله يعني وعايشين كويس، فلما جم دخلوا الغاز الراجل ابوه ده كتب لهم عقد ايجار ودخلوا الغاز برضه من سنتين. كويس. تمام. عقد ايجار باسم مين بقى؟ باسم الزوج يعني؟ باسم الزوج. ابنه يعني. ابنه. ماشي. فدلوقتي هو عاوز يكرشهم من باب ما في مشاكل حصلت وعايز يكرشهم. فايه اللي احنا نعمله؟ يعني معاه عقد ايجار يا استاذه ساميه؟ لا، الايجار ده محطوط في الغاز وهو بيقدم الغاز. طب ما هو قدم الغاز يعني معاه العقد الايجار اللي قدم بيه. قدم بيه ومحطوط في المستندات بتاع الغاز. طيب. تمام. يعني بعد اذن حضرتك، يعني هو دلوقتي عايز يثبت هو العلاقه الايجاريه. هل هو دلوقتي الابن اللي هو زوج بنت حضرتك؟ ايوه. هل هو الاستاذ جوز بنتك ده قاعد في الشقه ولا مش قاعد؟ قاعد في الشقه. طيب ومعاه زوج بنت حضرتك ومعاه ومعاه ومقيمين ومتجوزين. طيب. فيها وكل حاجه على يد ابائك. بطاقته على فين؟ نعم. بطاقه على فين؟ ايه عنوان البطاقه؟ عنوان البطاقه الرقم القومي هو ومراته اللي هي بنتك. محطوط في ال لا يعني العنوان البطاقه يا استاذه ساميه، هل مكتوب العنوان في البطاقه على عنوان السكن؟ ايوه، وغيرين بعد ما اتجوزوا غيروا محل الاقامه الاثنين ومكتوب كده. تمام. طيب يعني هم هل الامور بينهم وصلت لحد ان هو اصل كلمه يكرشهم دي كلمه تقيله شويه يعني؟ أيوة. عايز يمشيهم بالعافيه؟ مش تقيله ولا تقيله فعلا. لا. طب ايه اللي احنا نعمله بابا؟ يعني قصده اتخذ اي اجراء الوالد ضد ابنه في الموضوع الشقه ده ولا كلام بس؟ كلام الناس بيقولوا متخذ، بس لسه ما جالناش احنا حاجه رسمي. تمام ماشي. طيب. شكرا استاذ سامي. حضرتك سالت ليه على البطاقه، ودلوقتي ممكن هل يستفيدوا بالعقد اللي هو اللي اتقدم في الغاز ولا لا؟ اولا احنا عندنا في الحاله دي بنتكلم في حاجتين. اولا بنتكلم في حيازه وبنتكلم في صفه في الاقامه. الحيازه مفروغ منها لان انا كده سالت ما فيها، مفيش مشكله. لان هم حائزين فعليا والبطاقه متغيره على هناك، يعني الموضوع خلصان. تمام. ولو حب يستشهد بشهود طبعا هيبقى فيه بيتشاهد. ما يتعلق بالشكل القانوني للعلاقه او للاقامه هو في عقد ايجار. عقد الايجار ده موجود في شركه الغاز، ولكن ده لا يجوز ان احنا نوصل له الا بامر محكمه. كويس؟ فهو هناخدها من جانب المالك اللي هو الاب، وهناخدها من جانب اللي هو الابن. من جانب المالك اللي في ايده يعملوا ايه؟ انه اذا استخدم معاهم العنف ومشاهم بالعافيه زي ما بتقول كده المدام. كويس؟ يبقى في الحاله دي هم هيلجأوا للنيابه، والنيابه هتمكنهم بناء على انهم حائزين. تمام؟ اذا قانون ورقه وقلم اللي هو يبقى قرار تمكين من النيابه يعني. طبعا. تمام. مشكله حيازه. اذا كان هيخش معاهم بكتب ورقه وقلم ومحامي وقضيه في قضيه طرد لعدم وجود سند اقامه اليوم في العين. لا، انا اقيم في العين وهثبت اقامتي في العين بكل طرق الاثبات، لان واقعه الاقامه دي واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات بما فيها شهاده الشهود والقرائن. ده بتحل التحقيق يا فندم؟ او خبير. بتحل خبير.
على اساس يستشهد بالمقيمين وال هو رفع قضيه طلد. لو المالك رفع قضيه طلد اللي هو الاب رفع قضيه طلد عليه من حق المستاجر ان هو او الابن يعني ان هو يعمل حاجه اسمها دعوه مقابله. دعوه مقابله. مقابله يعني ايه دعوه ودعوه فرعيه؟ يعني ايه دعوه فرعيه ويعني ايه دعوه مقابله؟ الدعوه الفرعيه والدعوه المقابله دي هي قضيه من داخل القضيه. انا مالك رفعت عليه قضيه طلد بقول انه ملوش حق في الاقامه. هو كمستاجر كويس بي 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 بيرفع قضيه بقى بصفته ان هو حائز وصاحب صفه في العين ومستاجر ضد المالك من جوه القضيه دي انكلودد جواها بيقول له فيها لا ده انا من حقي الاقامه. والمحكمه بتصل في الدعوه الاصليه والدعوه الفرعيه في الفرعيه مع بعض. ولما بتروح خبير الخبير بيحقق في الاثنين، بيحقق في الاقامه الدعوه الاصليه والفرعيه بيحقق في الاثنين. اوكي وممكن يستفيد بالعقد اللي هو في الغاز. ما هو بقى دي ده بطرق الاثبات دي اثناء ما بتتداول القضيه يجي في الجلسه الاولى المحامي بتاعه يلجا الى الاستصدار استصدار امر من المحكمه موجه لشركه الغاز بسند الشركه في تركيب العداد باسم السيد فلان الفلاني. صحيح ده كله في الحاله دي الشركه هتديله شهاده محترمه كده زي الفل تشهد شركه الغاز بكذا كذا كذا بان احنا ركبنا الغاز بناء على عقد الايجار. بس اهم حاجه ومهمه جدا وما تروحش مننا ومهمه قوي 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 ان يكون العقد ده اتمضى قدامه. ما يكونش الوالده طالما ان هو يعني عنده كده نيه مش كويسه يكون اداله عقد قال له خد يا ابني ممضي مسبقا خد يا ابني العقد ده روح قدم بيه والراجل الطيب ده راح قدم بيه ويطلع العقد ده مضروب. يبقى يبقى مصور. انا كده قدمت عقد مزور واستخدمته في مزوره من اجله واخش في مشكله كبيره. يبقى محرر غير رسمي بالظبط والا ما كانش يقول له بقى مشيك وما مشيكش. ما هو مش معقول تبقى يعني صحيح يعني متهيألي استوفينا الموضوع كده بكافه يعني جوانبه. طيب نخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن المسؤوليه القانونيه عن حوادث الطرق. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم. سيادة المستشار معانا تليفون من قبل الفاصل الأستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. أستاذ أقول عايز أعرف إزاي تطلع شهادة وفاة. أهلا أستاذ أحمد تفضل سؤالك يا فندم. عايز أطلع شهادة وفاة. تطلع شهادة وفاة؟ أي يا فندم. مش عارف إزاي أطلعها. يعني عاوز تسأل على الطريقة إيه؟ هو الوفاة حصلت إمتى يا فندم؟ إيه؟ الوفاة حصلت إمتى؟ السنة اللي فاتت. من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت؟ آه. يعني من ساعتها مفيش شهاده وفاه طلعت ولا انتوا عايزين تطلعوا صوره منها؟ صورتك من الاصل عايزين نطلع صوره منها. تمام. تمام شكرا استاذ احمد شكرا لحضرتك. مصلحه احوال مدنيه دي يا فندم قرابه درجه اولى. ويتوجه اي حد قرابه درجه اولى ابن او بنت او والده او اتفر يعني يتوجه لمصلحه الاحوال المدنيه ويطلب استخراجها بتطلع في 5 دقائق. تمام مش مشكله. تمام. طيب معانا تليفون الاستاذ شنوده. مساء الخير استاذ شنوده. نعم انا معاك حضرتك. اتفضل يا فندم سؤال حضرتك. سؤال حضرتي انا كنت متغرب وعندي شقتي هنا هو المدام كتبت العقد باسمي واسمها انا جيت عشان نغير المحل الشقه القديمه قالوا لي العقد ده مش مسجل ومراتي واولادي مش مصالحين لحضرتك فانا عايز دلوقتي ايه اللي ممكن نسجل العقد ازاي او نعمل ايه بالظبط؟ طب ثواني يا فندم استاذ شنوده عشان انا عايز بس نعمل ايه بالظبط؟ استاذ شنوده يعني كأن انا ماشي في الشارع كده عنوان على الشقه القديمه والشقه القديمه بعتها استاذ شنوده الشقه الجديده باسمي وباسم المدام استاذ شنوده انا عملت العقد يا استاذ شنوده العقد رحت نسجل بيه انا معاك حضرتك ممكن نوطي التلفزيون ونسمع بعض من خلال التليفون؟ استاذ شنوده انا ممكن نعمل ايه حضرتك دلوقتي؟ يا استاذ شنوده استاذ شنوده سامعني؟ استاذ شنوده استاذ طب الواضح انه يعني استاذ شنوده ما كانش سامعنا برجاء بعد اذن حضراتكم اللي يحاول يتصل يوطي التلفزيون ونسمع بعض من التليفون لان هو بيتكلم ومش سامعنا اصلا. طيب سياده المستشار يعني احنا بنقول انه بالنسبه لارتكاب جريمه حوادث الطرق
ايه هو الاجراء الواجب يتبع من جانب المصاب او اسره المتوفي لا قدر الله في حاله وقوع حادث لاثبات الحق؟ طبيعه الحال ان في هو في شقين، في شق مدني وشق جنائي. الشق الجنائي ده بيبقى اللي هو وقت الواقعة نفسها، وده بيحصل طبيعه الامور ان لو واحد خبطته عربيه لا قدر الله او حاجه، ان حتى احنا شعب كله انسانيه، بيبلغوا الشرطه، بيبلغوا النجده، يلحقوا ده الراجل ده العربيه خبطته جريت، او السواق اللي ركب العربيه، او قائد السياره بيوقف، يعني اي مكان. في الحالتين الشرطه بتتبلغ. ده الجانب الجنائي. ان الشرطه لما تيجي بتعمل ايه؟ احنا لازم نعرف الشرطه بتعمل ايه. اول حاجه المعاينه بتثبت الاشخاص اللي متواجدين على ساحه الواقع ايه. المتواجد مثلا افرض ان هم لقيوا بطاقه مثلا خاصه بالمجني مهدوره مثلا في الشارع بالخبطه ولا بتاع، فلان الفلاني المصاب اسمه فلان الفلاني، بيقول ان المصاب اسمه فلان. يعني لو قائد السياره اللي مرتكب الحادث واقف ان تقابلنا مع فلان الفلاني قائد السياره مرتكبه الحادث، مشيت وجريت العربيه وتقابلنا مع فلان الفلاني الذي كان مارا اثناء حدوث وقت وقوع الحادث وبالطريق العام وبالشارع كذا، وبيثبت طبعا المكان الواقع والحدث وبيثبت الكروكي. بيعمل كروكي. يعني ايه كروكي؟ كروكي يعني الشارع اللي العربيه اصطدمت فيه بالمجني عليه، بيثبت لو كان في تقاطعات، لو كان في مكان فيه مسموح فيه بورود المشاه ولا مش مسموح، كله بيتثبت في الواقع نفسها، في المحضر، في محضر الكروكي نفسه بتاع الواقع يعني. وإذا كان حد من الشهود بيقول والله ده كان جاي بيجري بسرعه، لا ده التاني عدى قدامه مره واحده، كان بيتسبب بيستمع للشهود، بيسمع مبدئيا يعني. ودي بتبقى يعني جاي انفستيجيشن، جاي تحقيق مبدئي على سبيل الاستدلال بالظبط، محضر استدلالات، هو اسمه محضر استدلالات في القانون عندنا، اسمه محضر جامع استدلالات. وبعدين بعد كده بيتعرض على النيابة. اذا كان بقى بتيجي عربيه الاسعاف بتشيل المصاب او المتوفي اي مكان الوضع، وبيبتدي محضر بعد كده يمشي في النيابه، والنيابه بتحقق في الموضوع. اذا قائد السياره موجود بيعتبر متلبس بالواقعة، وبيتعرض على النيابة، والنيابة بترى ما تراه في شأنه وتتخذ كلمة انه بيخرج بكفالة، ايه معناها يا فندم؟ يعني على ذمة قضية؟ طبعا خروج بكفالة، بيتعرض على وكيل النيابة، بيسأله ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل كذا 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 كذا، طب الراجل ده كان بيعدي قدامي بسرعة، أنا ما لحقتش أتفاداه، هل دوست فرامل؟ هل استخدمت آلة التنبيه ولا لأ؟ طب انت هل سرعتك كانت كام؟ طبعا كل الناس بتقول ما كنتش بتجري، وكل الناس بتقول كذا، لحد ما الناس بتقول العكس. طيب بعد كده القرار اللي بيطلع من النيابه بيطلع بحاجتين او بثلاثه. اول حاجه الافراج عن المتهم او حبسه، افرض موت خمسه مش هيطلع، هيتحبس. او تحت تاثير مخدر مثلا. ما هو تاثير مخدر دي ما بتبقاش باينه في ساعتها، اصل ما بتبقاش باينه في ساعتها، يعني وقت العرض على النيابه لازم يعرضوا على الصحه وتحاليل وكده، معامل الصحه وكده عشان تشوف ولا لا. لكن القرار المبدئي في قضايا الاصابه الخطا او القتل الخطا بيبقى فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الموقف المتهم، تاني حاجه العربيه اللي مرتكبه الحادث لازم يكون فيها تصرف تسلم لمالكها او لايه او لكذا، وبعد او نمره ثلاثه عرضها على المهندس الفني بتاع المرور، يشوف بقى هل فراملها سليمه، ولو العربيه ماشيه من غير فرامل يبقى يستاهل يتشنق مش يتحبس. صحيح. واخبار حضرتك ازاي؟ يعني المهندس الفحص بيعاين وبيشوف الفيكس اللي موجود. تمام. طيب هنتكلم على الشق الثاني اللي هو المدني. المدني والتعويض، وبنسمع عن تعويض فوري ومؤقت. بس ناخد الاستاذه مريم ونرجع للموضوع. الاستاذه مريم مساء الخير. الو مساء الخير. اتفضلي يا فندم. من فضلك اكلم سياده المستشار. معاك سياده المستشار اتفضلي. من فضلك انا ملكه عقار. عندي مستاجر توفى حوالي حاجه و60 65 67. دكتور بعد كده توفى بعد كده استلمت بنته المحلي. بعد كده يا فندم؟ بعد كده بنته استلمت المحل. وتوصلت. دلوقتي الايجار كان بيطلع باسمها وما زال بيطلع باسمها لغايه دلوقتي. تمام. ورثت المستاجر الاصلي عنهم فلانه. هل ده يمتد العقد للاحفاد؟ تمتد لمين؟ هل يمتد العقد للاحفاد؟ ده محل ايجار يا فندم. محل ايجار قديم. محل ايجار قديم. كنت بكتب عنهم فلانه، عن ورثه المستاجر الاصلي. هو المحل ده يا فندم نشاطه ايه؟ محل بقاله. طيب كان محل يعني كان مكتوب في عقد الايجار محل بقاله؟ محل بقاله وقلب عملوه تموين. يعني هو اصلا كان محل بقاله؟ كان اصلا محل بقاله. في عقد الايجار؟ بعد كده في
عقد الايجار محل بقاله. وبعدين بعد كده غيروا النشاط. وبعد كده بنته لما استلمت المحل عملته مخزن تموين، محل تموين. محل تموين يعني تبع البقاله برضه، حاجه تبع البقاله برضه. ما اعرفش تموين تبع البقاله ولا طيب ده حاجه. استاذه مريم سؤال برضه، انت لما المستاجر الاصلي توفى وحصل امتداد لبنته، بعد ما توفت بنته الاحفاد حضرتك كتبت لهم عقود وايصالات؟ انا بيطلع دلوقتي الوقت باسم بنته اللي هي توفت، باسم بنته المتوفيه بعد ما توفت بفتره، بكتب ورثه فلان عنهم فلانه. ايوه يعني انت استاذه مريم يعني من وقت علم حضرتك بوفاه البنت برضه دفع بقيتي تديهم ايصالات ولا توقفتي؟ لا بكتب الايصال عنهم اللي هي اللي ماتت دي، عنهم فلانه اللي هي اللي توفت دي. يعني حتى بعد ما توفت بتكتبي باسمها برضه؟ اه هي توفت بقى لها قد ايه؟ بقى لها مده كبيره. مده كبيره قد ايه يعني؟ بتاع حوالي 10 سنين. وبتديهم ايصالات؟ وبكتب الايصالات. طب حضرتك ما عملتيش معاهم اي خطوه في ال 10 سنين اللي فاتوا دول؟ ما عملتش اي حاجه. تمام. شكرا استاذة مريم، شكرا. في نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولانية إن إحنا عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا، لما يكون في عقد إيجار باسم مورث الأصلي ما اكتبش عنهم دي خالص. أكتب ما نكتبش عنهم. عنهم دي بتشكك المحكمة في إن الشخص اللي عنهم ده أصبح اكتسب صفة المستأجر الأصلي. خدت بالك حضرتك؟ وده مش صح. يعني حتى لو ما نجحوش في ان هم يثبتوا كمستاجرين الكلام ده، ولكن مش صح ان هم يكتبوا الكلام ده كله. تمام؟ يكتب اسم المرحوم زي ما هو، لان هو ده الواقع. كويس؟ ايوه. الورثه بيدفعوا الورثه ما بيدفعوش ايجار، دي قصه ثانيه. فدي من واحتمال اثنين، هي النهارده بتتكلم عن الحفيد ومش ان هو هل من حقه يستمر يعقد الايجار ولا لا. وانا النهارده الست بقى ميته بقى لها 10 سنين متوفيه. انا ليه استنى 10 سنين؟ لما الدنيا تبوظ واديهم ايصالات يعني ده هل سؤال يا فندم، المحكمه بتاخد من ده بتستحق؟ هل الايصال للشخص غير مستحق يعد علاقه ايجاريه جديده يا فندم او موافقه ضمنيه؟ انا لا اضع نفسي في موضع شبهات امام المحكمه. كويس؟ انا لما اسال حد بيفهم هيقول لي ان ما ينفعش تديله ايصال خالص. انا دلوقتي اللي قاعد في 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 المحل ده من حقه قانوني ولا لا؟ بصفته ايه؟ الست توفت وهي اللي كان ليها حق الامتداد. خلاص خلاص، يبقى نحط خط احمر بقى ونقول اللي فات غير اللي جاي. يعني ايه اللي فات غير اللي جاي؟ يعني انت حضرتك مالكش مكان هنا عندنا. كويس؟ تدفع ايجار، انا مش عايز الايجار بتاعك، وايداع الايجار في المحكمه لا يكسبه صفه، لكن ان انا اخد الفلوس واديه له ايصال ده يكسبه صفر. واكثر من سنه يعني ده 10 سنين. يعني ده المحكمه بتسميه رضاء ضمني عن استمراريه الوضع. ولكن يعني طب ايه موقف الاستاذ سامي هنا؟ يعني نقدر نقول لها ايه؟ الخطا لا يبرر الخطا. هي المحكمه هتجهد المحامي اللي هيشتغل جدا القضيه دي، لانه هيبتدي يثبت ان الراجل ده ملوش صفه، وان الايصالات دي انا ساعات يعني بتوصل الامور ان المحكمه بتسائل المحامي، هو الموكل ما بيروحش المحكمه، المحامي اللي بيروح يقول له طب انت حضرتك الموكل بتاعك بقاله 10 سنين سايبه ليه؟ قاعد بصفته ايه؟ صحيح. تمام؟ النهارده المدام بتفكر انها تخليه بعد 10 سنين، 10 سنين دي تكسبه قوه وحصانه في المكان بلا اي مناسبه وبلا اي حق. يبقى كده كده انا همشيه، انا محتاج المكان بتاعي ده حقي كمالك. ولكن في نفس الوقت اسلوب التعبير عن الحق واسلوب اكسابي متاخر شويه، متاخر جدا جدا. صحيح. جدا. فتروح ترفع قضيه، تتجه الى محامي كويس يرفع لها قضيه، يكون عنده صبر وبال شويه عشان هيبقى هيتعب شويه في اثبات عدم احقيه. لكن من حيث بعد رغم كل اللي انا قلته ده، من حيث المبدا ومن حيث القاعده، من مش حق. من حقه مش من حقه يستمر. لا، ومن حقها تاخد العين. ايوه، مش من حقه يستمر ومن حقها الشقه. وبعدين المحل التجاري مش هو يعني زي ما بنفهم من حضراتكم انه يمتد مره واحده. ما هو يا فندم عشان كده وبشرط اساسي ان يمتهن نفس المهنه، صح الكلام ده ولا مش؟ ما هو عشان كده انا سالتها نفس النشاط، ولا انا كنت عايز يعني ايه اخد ضحكات النشاط دي. يمكن يكون حبنا. الحفيد ده لما جه غير النشاط بقى، الشباب ده بيغير يعني، يقول لك عملوا حاجه ثانيه بس البقاله زي ما ولاد فرقتش. ولاد عم. طيب الاستاذه ياسمين، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، انا بتصل من اسوان.
كنت بسأل لو سمحت، احنا في بيت ايجار مع حماية اكتر من 45 سنة، يعني حماية موجود في البيت كويس، واحنا مقيمين معاه في البيت برضو. وصاحبة البيت توفي. حضرتك حماكي ده يعني حماكي صاحب البيت ولا مستأجر ولا حاجة؟ لا مستأجر حضرتك، مستأجر. يعني انت قاعدة مع حماكي؟ اه مع حماية 45 سنة موجود في البيت. ماشي. وبعدين واصحاب البيت توفوا واولادهم توفوا كويس، وفي يعني اولاد عمهم ظهروا دلوقتي وجايبين اعلان وراثه بيقولوا احنا دول يعني احنا لينا قرابه من اصحاب البيت اللي توفت. كويس. فاحنا عايزين نتفاوض على البيت ده، جايبين اعلان وراثه. احنا طالع من القاهره مش من اسوان، انا بكلم حضرتك من اسوان. فاعلان الوراثه ده احنا مش عارفين طبعا صحيح او مش صحيح، احنا مش بندي ايجار ليهم. كويس. بقالنا سنين مش بندفع ايجار لاي حد. ما بتدفعوا ايجار باسم مين يا فندم؟ ولا لاي حد حضرتك. يعني بقالكم 10 سنين ما بتدفعوش ايجار؟ اكتر من 10 سنين مش بندفع ايجار، لان كان حد جاب لنا ان هو اخذ المكان ده دفع فلوس واشتراه، وعملنا رفعنا قضيه طلع ان في تزوير في الموضوع. حضرتك عقد الايجار، عقد الايجار اللي مع حما حضرتك؟ لا حضرتك ده حاجات ورق قديم طبعا اكثر من 45 سنه. طب اسمعيني، فالورق اسمعيني يا فندم. طيب استاذ ياسمين نسمع سياده المستشاره علشان يفيدك يا فندم. عقد الايجار اللي هو بتاع حما حضرتك ده مبرم بينه وبين مين؟ مبرم بينه وما بين الست اللي توفت، وهو دلوقتي ما فيش ورق خالص يعني. طبعا فيش ورق. الست اللي توفت دي ليها ورثه؟ اللي بناتها توفوا برضو، كانوا اتنين بنات مش متجوزين وتوفوا، واللي توفوا دول اللي هم الميه والنور باسم حمايه. نعم. الميه والنور، عقد الميه والنور الكهرباء والميه باسم حمايه. كويس. طيب هنقول لحضرتك ايه التصرف يا استاذ ياسين. الفكره ان احنا مش عارفين نوظف في البيت، لان البيت طبعا حيطان عاديه، فاحنا عايزين نوظف. يا استاذه سامي، يا استاذه ياسمين، اول حاجه في خطا يعني برضو سياده المستشار هياكد عليه انكم ما بتدفعوش ايجار، فهيقول لحضرتك ايه الخطوات، اسمعيها خطوه خطوه لانه علشان يبقى في صالحك الموقف يعني. شكرا. يا ريت من فضلك، عشان احنا مش عارفين نعيش في البيت بالوضع انه متكسر ومش عارفين نعمل فيه حاجه، لان ما فيش ورق طبعا رسمي ان هو ده ملكنا، يعني هو في الحكر باسم ملككم. ازاي انتوا مستاجرين؟ ملككم ازاي وانتوا مستاجرين؟ يا ما حضرتك، مع حضرتك احنا لينا سنين، فاحنا مش عارفين نعمل ايه يعني. هو البيت محتاج ترميم يعني وفي تنكيس يا استاذ؟ اه اه طبعا طبعا. اه اه لان طب في سكان باقيين يا فندم؟ في سكان؟ اه في حمايه موجود. لا يا فندم سكان تاني يعني. لا لا حضرتك، هو بيت ارضي، هو بيت ارضي مش عام، مش عماره، هو بيت يعني ارضي يعني دور ارضي بس لوحدكم. انتوا ساكنين فيه؟ ايوه ايوه. حاضر. وهو في الاحقار باسم الست اللي توفت، بس اسم الست اللي في الاحقار يعني. دي حاضر يا استاذ ياسر. ولادها، ولادها اللي توفوا دول ما لهمش اي قرايب، ما لهمش اي حد بيونس عنهم؟ ما هو حضرتك اللي ظهر حاليا، اللي ظهر حاليا اقارب بيقولوا ان هم اولاد عمهم وجايبين اعلان وراثه من القاهره. عايزين ايه هم؟ عايزين ايه؟ عايزين البيت. فهم احنا قلنا لهم هاتوا اوراق رسميه من الضرايب واوراق رسميه من العين دي بتاعتكم. وانتم مستاجرين يا استاذه ياسمين يعني؟ عايزين البيت وانتم مستاجرين؟ عايزين يمشوكم؟ عايزين اه طبعا، عايزين يتفاوضوا على البيت. احنا قلنا لهم هاتوا ورقه رسميه عشان احنا نديكم الايجار. هنقول لحضرتك ايه الخطوات وازاي تتخذوا الاجراءات اللي تحموا بيها نفسكم يا فندم. من فضلك، عشان احنا فعلا يعني عايشين في يعني في متوترين ومش عارفين. اه طبعا. حاضر يا فندم، شكرا لحضرتك. اولا دلوقتي الموقف، اولا انا النهارده كمستاجر كويس، علاقتي بهذا المكان بتربطني بها عقد ايجار. عقد ايجار كويس. واحد يجي يقول لي انا قريبهم، واحد يقول لي انا مش عارف ايه، هات لي صفتك الرسميه. كل انك قريبهم ده مش سبب كافي. طب ما جابوا اعلام وراثه. طب يا فندم ماشي، لكن ما جابوش شهاده ملكيه، وانا عشان قريب واحد. طب انا قريب احمد عز اخد حاجته؟ لا، كون ان انا قريبه ده مش معناه ان ده حاجتي خالص. ايه اللي يطلبوه منهم؟ ايه سند ملكيتك للمكان؟ القرابه، القرابه مش سند ملكيه. مش سند ملكيه. القرابه مش يعني يطلبوهم بسند الملكيه. ايوه. انت يعني انت اشتريت البيت ده مثلا منهم ولا انت وريث مثلا؟ كويس.
وريث اديني حصتك ايه في الارث، اولك ايه اخرك ايه، اعلام الوراثه ده صفاتهم فيه ايه، يعني كلام مش ميبش. يعني حتى اعلام الوراثه اللي قدموه ده مش سند ملكيه؟ لا لا. طب الاستاذه ياسمين او زوجها، بما انه زوجها امتد ليه عقد الايجار يعني بعد حمالها، حمالها ما توفاش او على قيد الحياه، آه. دلوقتي هما ما بيدفعوش الايجار بقالهم 10 سنين، حضرتك تنصحهم بايه خطوه خطوه عشان يحموا نفسهم؟ عشان اقول لهم اعرضوا، وللعلم انه برضو بتقول البيت في حاله محتاج تنكيس او توضيب. انا علشان النهارده اعمل، لا موضوع التنكيس والترميم ده يتعمل. مين اللي يعمله؟ هما اللي يعملوه، يعملوه على على نفقه المالك. طب ازاي؟ ويعملوا دعوه محاسبه بعد كده مع الملك لما يظهر له مالك. انا النهارده مش عارف بيتي يقع عليا، انا مش عارف في مكان يبقى انا مهدد فيه بالخطر. كويس. طب ايه الاجراء اللي يعملوه؟ شكوى للحي او للمجلس المدينه عندهم، اه عندهمش احياء هم مجلس مدينه، يتقال فيها الكلام دوت، وكل واسد القرار بالترميم والمالك. وفي حاجه اسمها مصروفات ضروريه، وفي حاجه اسمها مصروفات كماليه. الضروريه بيشيلها المستاجر، والكماليه بيشيلها المالك. تمام. الضروريه اللي هي ايه، اللي هو الحاله اللي هم عندهم دي، في شروخ، في مش عارف ايه، يتعمل. يعني يا فندم دلوقتي يروحوا الحي او يروحوا مجلس المدينه، آه. يقولوا له البيت محتاج تنكيس او ترميم، اه هيقول هيطلع مهندس من الحي، تمام، يعمل لهم قرار تنكيس. ده اول حاجه. ماشي. حاسي ان انا هجيب بقى واحد يعمل لي تنكيس، ده يكلفني 20000 جنيه، تمام، 50000 جنيه، وات ايفر الرقم. الرقم ده دين على من يظهر من الملاك، على المالك، مش بقى مش انا بدفعش بقى 10 سنين. كويس. ده الدين ده من حقي ان انا اعمل عليه مقصه مع الايجار بعد كده. تمام. خدت بال حضرتك؟ لا، علشان يحموا نفسهم، آه، من آه، بالظبط كده، بالظبط. لكن ان هم يدفعوا ايجار لاي حد، لا، ان هو يجي يقول لهم انا قريبه، لا. ما حضرتك ما تنصحش ان هم بقى لهم 10 سنين ما بيدفعوش الايجار؟ ده غلط يا فندم. يدفعوا باسم ورثه الفلانه الفلانيه المالكه، علشان كتامين. هدفع باسم واحد بقى مش موجود في الدنيا؟ ازاي؟ او الورثه المحتملين. لا، مفيش حاجه، مفيش ضرر عليهم. يعني انا عاوز اوصل انه مفيش ضرر عليهم. يا شبيه، يا شبيه، القانون عندنا 1-1=2. تمام. انا لازم يكون عندي انا لا اخاطب في قانون الا اشخاص، تمام، على قيد الحياه. واحد قدامي، واحد اسمه محمد، واحد اسمه علي، واحد اسمه مرجس، شخص، تمام، شخص وعلى قيد الحياه. تمام. النهارده الورثه دول، مفيش، يبقى ما ادفعش. الورثه دول مش ما عنديش كلمه ورثه، لان تمام. المستاجره المالكه الاصليه توفت ولادها مش مخلفين. انا تايه دلوقتي، هي تايهه، الناس دي تايهه. صحيح. طب التايه ده انت ربنا اداك سكه تخلص بيها نفسك، اللي هي ايه؟ البيت هيقع. لا، البيت مش هيقع ولا حاجه. انا هروح مجلس المدينه اقول لهم انا عامل كذا كذا كذا، تمام، والفلوس اللي هتتصرف حقي قبل المالك. المالك اللي ربنا اداني سبب، صحيح، اسلف منه على حاجه صح، وابقى مركزي القانوني. يعني موقفهم سليم يا فندم؟ موقفهم مش سليم الا لما يتعمل اللي انا بقوله. هم موقفهم كده مش سليم لانه ما يدفعوش ايجار، لكن عشان يبقى موقفهم سليم، وعشان يبقى هم مش قاعدين في خطر، عشان دي حاجه مهمه. صحيح. عشان انا هقعد في بيتي يقع عليا، ما ينفعش. تمام. طيب نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن المسؤوليه القانونيه لحوادث الطرق. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم. استاذ ادوار من قبل الفصل. استاذ ادوار، مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. مساء الخير. طيب. وحضرتك طيب يا فندم. عندي قضيتين والله لو سمحت. اتفضل. القضيه الاولانيه، كان عندي ساكن لمده شهر واحد. ايوه. خدت بال سيادتك؟ فقعد لغايه سنه 70، من سنه 70 لغايه لما مات في سنه 13. 2013. ايوه. ده مستاجر، عقده سنة 70. مستاجر دكان. ايوه. والعقد مكتوب له بشهر واحد. بشهر واحد؟ ايوه. طب العقد واحد. متحرر امتى؟ بتاريخ ايه يا فندم؟ بسنة 70. 70. شهر 11 وينتهي في شهر 11 30/11. طيب، تمام. خدت بال سيادتك؟ سؤالك ايه يا فندم؟ نعم. سؤالك ايه؟ دلوقتي هو اتوفى في سنة 13. ايوه فاهم. فمراته اتولت المحل بعد منه. تمام. بعد ما اتوفت في سنة 16. ايوه. جه اتقفل لمدة 8 اشهر وعياله راحوا فاتحين المحل. تمام. اتولوا المحل
فانا قلت لهم العقد منتهي وخلاص كده ما فيش اي ايه تمد ثاني للعقد. تمام. ما خدتش منهم ايجار يعني؟ لا. تمام. فراحوا مزورين واصلين وراحوا مقدمينهم في القضيه. واصلين انك انت اللي ماضي؟ ايوه. تمام. فانا طعنت فيهم بالتزوير. ايوه. فتحولوا للطب الشرعي. ايوه فاهم. الطب الشرعي قال تزوير وتزوير تزوير وتزييف. تمام. كتب تزوير وتزييف في الوقت. ايوه فاهم. فبعد كده هو فضل القضيه شغاله، حكمت لهم برضو لانهم يفضلوا في المحل. حكمت لهم مع انه في قرار المزيف والمزور. ايوه تزوير وتزييف. طيب اول درجه ولا استئناف بقى؟ ده في الاستئناف كمان؟ والتزوير والتزييف ده برضه في الاستئناف. ايوه فهمت. اتفضل يا فندم. دفعت 2000 جنيه، دفعت 2000 جنيه في التزوير والتزييف ديت. طب شرعي. ايوه الطب الشرعي. اه. فالطب الشرعي قال لك ايه تزوير وتزييف. وبعدين؟ وبعدين؟ بعد كده اهوت القاضي حكم لهم برضه ايه؟ ايوه يا فندم في الاستئناف. وبعدين؟ رحت عامل نقد. بعدين؟ ايوه فن. فرحت قالوا لي ايه ودي الورق للنيابه التزوير والتزييف دي وديها للنيابه. مين اللي قال لك وديها للنيابه؟ واحد محامي قال لي ده تقدمهم للنيابه. تمام. وديتهم النيابه العامه. وديتهم؟ فوديتهم للنيابه العامه. ايوه. عملت ايه النيابه؟ ف طلبوا الاوراق من الملف، طلبوا التصوير الملف. ايوه فاهم. ولغايه دلوقتي ما نعرفش عنهم حاجه. طيب النقض اتحددت جلسه ولا لسه يا فندم؟ لسه كل شهر بيأجلوها. طيب يا فندم حاضر، شكرا لحضرتك. في قضيه انت قلت حضرتك قضيتين، في حاجه ثانيه غير كده؟ قفل. طيب ايه الموقف هنا يا فندم؟ وفي تأييد لامتداد عقد الايجار في الاستئناف حتى؟ اكيد في حاجه غلط، لانه ايصال مزور ومحكمه الاستئناف تعتد بيه، ده موضوع شبه مستحيل. صحيح. يعني هو في حلقه ناقصه في النص. فخلينا نتكلم على ما هو الروايه زي ما هو قدامنا. لما بيتعمل نقد في قضيه زي دي، خبر حضرتك النقد بتتضم القضيه بتاعت الاستئناف، خلاص، او الاوراق المهمه اللي في القضيه، محاضر الجلسات والاحكام. كويس. محكمه النقد قد تطلب ضم القضيه برمتها حسب رؤيه محكمه النقد زي ما هي عايزه. ايوه. اوكي. طيب الاستاذ بيقول دلوقتي انها عمل بلاغ للنيابه، اللي شرع عليه بشرة النيابه دي هو الفكره صح بس تنفيذها غلط. طريقه تنفيذها غلط. فكره ان انا اودي الورق ده النيابه، انا النهارده عايز اطرد الناس دي، والناس دي وصلوا بشكل او باخر ان هم الحكم استئنافي. كويس، انت عملت نقد، طعنت على الحكم. اولا لازم يكون النقد ده في شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم. ولكن هنفترض ان الكلام ده اتعمل او ما اتعملش، مش قدامنا الواقع وقدامنا التفاصيل. انما انت بدل ما تروح لما النيابه بيجي لها حاجه زي دي، اللي قال له بلغ النيابه، اما بيجي لها حاجه زي دي، الموضوع اذا كان ما زال مطروح على القضاء بتشيل ايدها من الموضوع. انا اعمل ايه بقى عشان اتخلص من العائق ده؟ كويس. النيابه المفروض ننزل الناس دي متهمين في المحكمه، مش هيحصل. طب ايه اللي يحصل بقى الصح؟ اخد صوره رسميه، والكلام عشان يبقى واضح لحضرتك تحديدا، ياخد صوره رسميه من تقرير الطب الشرعي اللي قال ان هذه الايصالات مزوره. تمام. ويرفع جنحه مباشره. الجنحه المباشره ميزتها ايه؟ ميزتها انها بتخش محكمه على طول. قبط النيابه طبعا هي اللي بتحرك الدعوه العموميه. صحيح. ولكن النيابه في العموميه في الجنحه المباشره بتبقى وسيله توصيل للقضيه الى باب القاضي. تمام. يبقى اروح المحكمه واقول للقاضي في المحكمه إن هناك تقرير مزور. تمام. أهو التقرير أهو، وهناك واقعة ثابتة، المحكمة بنسبة 99% هتديه من 6 أشهر لسنة في القصة. تمام. طيب بالنسبة لحوادث الطرق سيادة المستشار، بالنسبة للتعويض، في حاجة اسمها تعويض سريع ممكن يحصلوا عليه أو فوري؟
هو الموضوع ده بقاله أكتر من 7-8 سنين أو 10 سنين دلوقتي. وقد إيه هو أيضاً؟ النيابة العامة بعد ما الناس يعني بتبقى مثلاً واحد كان عاقل الأسرة ومن أسرة بسيطة بيبقى على بال ما بياخد حكم بياخد وقت. القضية جنحة نفسها أنا عشان أدفع دعوة تعويض في الطريق العادي لازم تخلص أول درجة واستئناف ونقط ثلاث درجات. لو ما اقدر ارفع دعوه غير كده ما تنفعش ترفع دعوه. ما ينفعش ارفع دعوه مدنيه بالتوازي مع الدعوه الجنائيه. ما ينفعش. لازم استناها. واذا اقيمت الدعوه التعويض قبل، وطبعا الكلام ده احنا عدى علينا 100 مره في المحاكم، قبل ان يكون الحكم بات، اول درجه حكم ابتدائي، ثاني درجه حكم نهائي، ثالث درجه حكم بات، اسمه كده توصيفه القانوني كده. قبل ان يكون، قبل ان يكون الحكم بات ما ينفعش. طب ايه التعويض الفوري؟ التعويض السريع ده بقى اللي هو عن طريق شركات التامين بتصرف 40,000 جنيه. 40,000 بتصرف 40,000 جنيه لاسره المتوفي، ودي بتبقى حاجه يعني زي كده تصبيره كده لحد ما مؤخد يحكم بالقاضي بال. طيب انا دلوقتي مثلا حصل على التعويض اللي هو الفوري دوت، ده من حقه ان يستمر في الدعوه المدنيه. ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. طيب دلوقتي لو كان، احنا عايزين نقول بقى من قطع كلام سعادتك، مين اللي من حقنا ندفع عليه قضيه التعويض؟ وخصوصا لو اضيف على السؤال اللي حضرتك طرحته، لو اللي ارتكب الحادث ده سواق، دور المالك ايه بتاع السياره؟ في ثلاث اشخاص بيخاطبوا بهذا التعويض. نمره واحد شركات التامين، والتامين ده مصدر ومنشأ هذا المصدر في الالتزام تأمين السيارة اللي بنعمله وقت ما نجدد نرخص العربية. التأمين الإجباري ده. التأمين الإجباري اسمه إجباري ليه؟ عشان لازم يتعمل. العربية ما بتترخصش من غير تأمين إجباري. تمام؟ عشان بيغطي حوادث قتل وإصابة. أدي واحد. نمرة اتنين، الشخص نفسه مرتكب الحادث. أنا صاحب عربية وموتت واحد بعربيتي. قتل خطأ، من حقي إن أنا، من حق الأهل المصاب إنهم بيدفعوا عليها دعوة. وفقا للمسؤوليه القانونيه اللي هي الخطا والضرر وعلاقه السببيه. منشا القانوني ليها. الحاجه الثالثه مسؤوليه المتبوعه التابعه. ايه مسؤوليه المتبوعه التابعه اللي حضرتك قلتها دي؟ لو انا بشتغل سائق في شركه وحصل ان انا اصطدمت بشخص وقتلته. تمام؟ من حق اهليه المجني عليه ان يرجع على يرجعوا عليا وعلى الشركه. على بس التين. المنشا مختلف، منشا الحق ومصدر الحق مختلف. بالنسبه لي انا هيبقى منشأه ان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ان انت سببت الخطأ في احداث ضرر بالغير وفي ده خطأ ونتج عنه كذا. منشأهم هم مسؤولية المتبوع عن التابع. ان هذا المتبوع يتبع للشخص، المتبوع اللي هو الشركة. التابع اللي هو السائق. ادي المنشأ. تمام. طب ناخد الأستاذة نادية وبنعتذر لباقي التليفونات، يعني ده آخر تليفون. الأستاذة نادية اتفضلي يا فندم. أيوه مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت، احنا كان عندنا قضية وبعدين خدت براءة. فهي إيه؟ أكثر من 10 سنين. قضية إيه؟ كانت قضية يعني، كانت قضية يعني فيها زي حتة شرفية كده. يعني إيه؟ فخدت براءة. يعني قضية أيا كانت وخدت براءة. طيب. فهي إيه محطوطة على الكمبيوتر، فإحنا عاوزين نشيلها من على الكمبيوتر. طيب. وإيه الإجراءات؟ حاضر. فايسف صارفن؟ لا شكرا لحضرتك يا فندم. ازاي ارفع قضيه من على الكمبيوتر وهي خدت براءه؟ عن طريق وزاره الداخليه، تقدم طلب اداره تنفيذ الاحكام. طلب ولا دعوه قضائيه؟ لا طلب. في اذا طلب بيتقدم لاداره تنفيذ الاحكام فاتوره روقات القاهره يعني. كويس. وبيجيبوا شهاده او صوره رسميه من الحكم، وتستحسن تبقى شهاده عشان شهاده شامله كل حاجه، مثلا لو محكوم في الادانه في اول درجه والاستئناف كذا والنقض كذا، المهم يبقى الشهاده دي موجود فيها. وبيتقدم اللي بتتقدم للجهه. كويس. واللي بيقدم الشهاده لو محامي بيكتب ان هذه الشهاده مقدمه على مسؤوليتي وان هي سليمه وصحيحه وبيانات اللي فيها صحيحه والكلام ده كله. وبيرفقوا او صاحب الشأن اللي بيقدمها. وبيرفقوا اللي هو القضيه انها خدت براءه يعني. طبعا. طيب سياده المستشار، بالنسبه لجريمه الاصابه الخطا عقوبتها ايه؟ القتل الخطا عقوبته ايه؟ وامتى يبقى ظرف مشدد؟ وامتى تبقى بدا من جنحه تبقى جنايه؟ سريعا كده. الاصابه الخطا هي عقوبتها بتبقى الحبس والغرامه وحدتين العقوبتين. والقتل الخطا العادي اللي هو يعني واحد ما يقصدش او واحد كذا، دي بتبقى من 6 شهور و 6 شهور و 200 جنيه غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. أما بقى الظروف المشددة اللي بتشددها وبتاخد عقوبة الجناية بتبقى في حالتين.
الحالة الأولى إذا كان الشخص ده موظف بي بي يعني ارتكب العمل ده بمناسبة وظيفته يعني يكون سائق أتوبيس نقل عام ومثلا ومهمل وغير منضبط صحيح تمام دخل في الرصيف بسبب رعونته وعمل سوى كويس فممكن يقتل من الناس من اللي معاه في العربية ممكن يقتل الناس من اللي ماشي في الطريق العام صحيح إذا ده بسبب عمله دي العقوبة بتتشدد فيها 5 سنوات تبقى 5 الحالة الثانية إذا كان مخمور إذا كان تبين أن هو مخمور أو واخد هيروين واخد مواد مخدرة تحت تأثير مخدر تحت تأثير مخدر برضه بتبقى العقوبة مشددة 5 سنوات دولة الحالتين اللي هما إذا كان متعاطي مثلا حاجة مخدرة أو أي نوع من أنواع المخدرات ودي بتبقى عقوبتها جنائية لأنه هو تعاطي التعاطي في حد ذاته جنائي جنائي يعني التعاطي في حد ذاته سؤال, سؤال برضو سريعا تخيل بقى لما يكون واحد حضرتك متعاطي وأذى ناس مش بس يعني هو متعاطي في حد ذاته دي قصة دي كلسة يعني وان هو بقى موت ناس عشان هو متعاطي دي بقت مشكلتين يعني. لو حصل تصالح مثلا شخص ارتكب حادث طرق وتسبب في وفاة هل يجوز التصالح ولو جاز التصالح وكان تحت تأثير مخدر هل يعفى من عقوبة التأثير المخدر ولا لا ما يعفاش يعني يعفى من جانب ولكن عقوبة المخدر دي تظل العقوبة ما يقدروش يتنازلوا عنها شخصية وفي حقوق للدولة كويس حق الضبط والمرفق العام وحق الضبط العامة افرض ان هو كان سواق اتوبيس وموت 7-8 وراح اهليته دفعوا لهم تعويض تصالح طب والمرفق العام اللي انت فيه ده والمكان اللي انت بتشتغل فيه ده انت اهدلت قيمته واهدلت سمعته واهدلت سمعة الدولة بالكامل بسبب رعونتك اذا النهاردة ده حق للدولة ملوش علاقة يبقى التصالح التصالح ده شخصي ولكن اذا كان مقترن بظرف مشدد خبط واحد بعربية موته ماشي مفيش مشكله ممكن تصالح ممكن تصالح لكن ان انت تكون تحت تاثير مخدر المخدر برضه انا النهارده ينفع وانا متعاطي مخدر ابقى ماشي في طريق عام وموت ناس واروح اصطلح معاهم وخلصت الحكايه لا يجوز طب ما انت كده انت حضرتك كده اهدرت قيمه ضبط هذا الشخص في جريمه تانية صحيح ويبقى النهارده الفلوس ما تعوضش عن روح بني ادم ولا تعوض عن حق الدوله في ان تسيطر على 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 مخدراتها يعني يعني معانا دقيقة واحدة ومعانا أسئلة كتير خاصة بالتلقاء برنامج من فيسبوك لكن ناخد سؤال منهم حتى بعد إذن المخرج يعني في مساء الخير لينا جارة تسكن في البيت بتربي طيور وحمام وخلاف وطلبنا منها أكثر من مرة تزيل تلك الطيور لأنها تسبب لنا رائحة كريهة وتسبب لنا وجود بعض المشاكل في البيت هل في إجراء قانون ممكن يتخذ؟ طبعا في الطب البيطري ممكن شكوى ليه ممكن في وزاره الصحه في اماكن معينه في 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 النهارده هوت لاين موجود للحاجات ديت صحيح بي بي عفوا بيباشر الخطوات دي على وجه السرعه وبيعملوا على فكره وبينتقلوا من ايام موضوع انفلونزا الطيور والموضوع ده بيتاخد باهتمام ازاي زمان يعني صحيح طيب يعني وقتنا انتهى بنشكر سياده المستشار سامح صفوه المحامي بالنقد والدستوري العليا اكيد شرفتني فعلا الله يبارك فيك أعزائي المشاهدين بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومة قانونية مفيدة بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة على وعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 مساء شكرا لحضراتكم